الله. اهلين اخي ابو نجيب. اهلين عمي ابو نجيب. الله لا يزيد فضلك، لا انت ولا اللي قاعدين معك. لك ابني شو ها؟ شو ها؟ كفر؟ كفر هذا كفر؟ لك ليش هالبعثة هاي؟ الله لا ما بينزعل منه زروي. الله يعينه. اليوم انا خبي لي حصة على جنب، هلا باكل شوي، بكره شوي، بعد بكره شوي، ايش رايك؟ لك ابني انت كول هلا ولا بكره فرج ورحمه يوم. مرتخي مرتخي. ايش في؟ خبها مصحون، الله ابي بيجي بيخانقها. اهلين عمي، تفضل. الله لا يوفقكم. لك شو هاد؟ لك ليش هالبعزقة هاي؟ ولك عمي؟ لك ليش هالمصاريف اللي بلا طعمة؟ ايش بك عمي؟ ايش في؟ ايش في؟ ولك هاي الحواري اللي عم تتحرقوها وتحطوا لي اياها قدام الزعران والصرصرية تحت ولسه عم تقولي لي ايش في؟ عمي انا ما دخلني، ابنك هيك بده. ابني؟ يا الله لا يوفقه لابني، ليش هذا ابني؟ لك جده؟ انت شو بتحمله لابوك؟ اه شو بتحمله؟ والله يا شباب سمعت لكم سمع ما بسر الخاطر بنوم. خير شو سمعت؟ سمعت انه بدنا ننقل الالاي تبعنا على بلاد تركيا وجيبوا بداله الالاي من هنيك. وليش بقى؟ بتعرفوا يا شباب انه كل الالاي عنا من العرب وهن ما بيثقوا فينا ولا بيأمنونا وخايفين من الشريف حسين يتصل مع الانجليز ويتفق معهم. ساعتها كل العسكر رح يهربوا وينضموا لجيش الشريف حسين. ما سمعتوا الانباشي سعيد عم يقول انه في كتير ضباط وعساكر هربوا من الجيش؟ وامتى رح يسفرونا يا ترى؟ الله يمكن عن قريب. ترى الأيام رح تجمعني بأهلي برويدة ولا خلاص راح اللي راح؟ يا ترى أهلي رجعوا من الحج ولا لسه؟ دنيا مين قال بدنا نفترق بهالسرعه؟